بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني الطلاب، أخواتي الطالبات، بنرحب بكم في جامعة الدمام، عمادة التعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية بخدمة المجتمع. بنقول لكم أهلا بكم في المحاضرة الثامنة، هتبقى بعنوان الصحة والتغذية، محاضرة أو جزء أو دي يعتبر الوحدة الثانية في الكتاب اللي هي الصحة والتغذية، جزء مهم جدا من الأجزاء الموجودة أو من الحاجات المهمة في الكتاب، فهي واحدة مكملة للرياضة. عندنا الرياضة، الوحدة المكملة ليها هي إيه؟ التغذية. رياضة من غير تغذية ما تنفعش، تغذية من غير رياضة ما تنفعش. الاتنين دول ماشيين في خط واتجاه متوازي مع بعضهم تماما. تمام؟ خدنا في المحاضرة اللي فاتت أهمية الرياضة، الآثار السلبية لعدم ممارسة الرياضة، الآثار الإيجابية لممارسة التمارين الرياضية. كل ده لو عملناه مع جزء التغذية اللي احنا هناخده دلوقتي ده هيبقى حاجة مهمة جدا جدا. تمام؟ لو جينا نتكلم النهاردة هندخل في المحاضرة على طول. طبعا مش هسألكم أخبار الرياضة معاكم إيه، لأن خلاص المفروض بعد المحاضرة اللي فاتت إن كلنا نبدأ نمارس رياضة. نمارسها حبا، حبا للرياضة وحبا لمتعة الرياضة، ونمارسها خوفا من الآثار اللي هتترتب على عدم ممارسة الرياضة. وفي كتير مننا ما بيجيش إلا بالإيه؟ إلا بالخوف. تمام؟ فممكن نمارسها خوفا، مفيش أي مشكلة، ما عنديش مانع إنك تمارس الرياضة وأنت خايف لا يحصل لك أي حاجة من الآثار السلبية، أحسن من ما تمارس خالص. تمام؟ فدي الوحدة التامنة، التانية آسف، اللي هي الوحدة التانية في الكتاب، الصحة والتغذية. في عندنا أهداف للوحدة يا جماعة لازم نكون عارفينها. في هدف مهاري إن أنا لازم الوعي عند حضرتك يزيد أهمية الصحة وعلاقتها بالتغذية. تمام؟ في نهاية الوحدة تكون عارف إيه مكونات الصحة العامة، وإيه أهمية التغذية، إيه هي السعرات الحرارية. تمام؟ هدف معرفي إن أنا لازم أكون ملم بالحقائق والمعلومات الصحية. هدف وجداني ان انا التزم بالممارسات الصحية السليمة. وهدف تاني الشعور بالرضا بعد التعرف على اهم الاطعمة ومصادرها، وان انا ازاي اظبط لنفسي السعرات الحرارية اللي تناسبني وتناسب شغلي وما تسببش في زيادة الوزن بتاعي. التغذية، قبل ما نبدأ لازم نسأل نفسنا هي ايه هي المادة الغذائية؟ يعني ايه هي المادة الغذائية؟ الناس تقول اكل. لا، المادة الغذائية يا جماعة هي عنصر كيميائي هام. اي مادة كيميائية غذائية فهي عنصر كيميائي، ولكن عنصر كيميائي طبيعي، عنصر كيميائي حيوي، مش صناعي. تمام؟ المادة الغذائية فيها عناصر كيميائية. العناصر الكيميائية بتأدي ايه؟ بتأدي حاجة من الوظائف اللي جاية دول، أو الوظائف الثلاثة اللي جاية دول. أول حاجة إمداد الجسم باحتياجاته من الوقود والطاقة. هو لما الجسم عندي يكون عايز وقود وطاقة هعمل إيه؟ هروح محطة البنزين أفول بنزين ولا أحط بنزين؟ لا، هبدأ أظبط الأكل بتاعي. وقود وطاقة إيه ده؟ يبقى أنا محتاج كربوهيدرات ودهون. تمام. العناصر الكيميائية دي بتمد الجسم بمواد يحتاج إليها لبناء وحفظ أنسجة الجسم. بناء وحفظ أنسجة الجسم، يبقى أنا محتاج إيه؟ محتاج بروتينات، محتاج أملاح معدنية. محتاج بروتينات، محتاج أملاح معدنية. طيب تالت حاجة، المادة الغذائية دي ممكن تعمل لنا إيه؟ بتمد الجسم بعناصر وظيفتها تنظيم عمليات الجسم. عمليات الجسم محتاج برضه أملاح معدنية، محتاج فيتامينات. يبقى كل حاجة من التلاتة دول، كل حاجة قدامها حاجة، الشيء لزوم الشيء. تمام؟ هي دي التغذية، هي دي المادة الغذائية. كل مادة غذائية أنا باكلها بكون عارف أنا باكلها عشان هتديني إيه، وهتعمل في جسمي إيه، وهتساعدني على إيه، أو هتساعد جسمي على إيه. مش القصة إن أنا آكل أي حاجة قدامي وخلاص. تمام؟ في حاجات غذائية ملهاش أي فايدة، خلاص ما مش مشكلة مش عايزها. طب طعمها حلو نفسي آكلها،
خلاص اكل منها حاجه قليله جدا ما ملهاش فايده، بالعكس ممكن تضرني. تمام؟ فدي مهمه جدا ان انا اعرف الماده الغذائيه اللي باكلها دي هي ايه، تمام، هتفيدني ولا مش هتفيدني. مهم جدا ان انا اعرف الكلام ده كله، وبكده يبقى يحصل لنا ايه، تغذيه متوازنه. طيب السعر، كتير يقول لك الكالوريز او الكالوري او السعر الحراري. ايه هو السعر الحراري؟ اي طعام يا جماعه قلنا فيه ماده كيميائيه، ماشي، نعتبر الماده الكيميائيه دي هي عباره عن سعرات حراريه، لو اتحرقت تدينا كميه طاقه. نعتبر الماده الغذائيه دي او الماده الكيميائيه دي زي البنزين، البنزين ده لو اتحرق يديني طاقه قد ايه، هي دي القصه. تمام؟ لازم نعرف ان سوء التغذيه بتؤثر على صحه الرياضي وبالتالي على ادائه. مفيش رياضي ما بياكلش كويس، لازم الرياضي ياكل كويس، والاكل الكويس ليس معناه الكميه الكويسه، لا، اكل كويس في الكم والكيف. ما يجيش واحد رياضي يقول لك انا طول حياتي عايش على الوجبات السريعه والبروستد والبرجر من بره والبطاطس المتحمره والكلام ده كله، لا، ما يبقاش رياضي. يبقى اللي بيعمله ده كله فين؟ ملوش اي لازمه. تمام؟ وسوء التغذيه بيؤثر برضه على الرياضي وغير الرياضي زي ما هنقول بعد كده. ايه هو الغذاء الكامل؟ الغذاء الكامل، ايه هو الغذاء الكامل؟ ده الغذاء اللي بيحتوي على كميات مناسبه من ايه؟ نعد مع بعض كده. الغذاء الكامل ده اللي فيه كميات مناسبه من ايه؟ مواد بروتينيه، كربوهيدراتيه، دهون، فيتامينات، املاح وميه. الست حاجات دول يا جماعه هو ده الغذاء بتاعنا. الغذاء اللي في الدنيا كلها فيه الست حاجات دول. اي اكل انا باكله لازم يكون يحتوي على الست حاجات دول. بروتينات، كربوهيدرات، دهون، فيتامينات، املاح معدنيه، ميه. تمام؟ بعض المواد الغذائيه دي بتؤثر على قدره الاداء العضلي، تؤثر بالسلب او تؤثر بالايجاب، ولكن احنا هنتكلم على ايه؟ على الايجاب. ان المواد الغذائيه دي بتجدد مصادر الطاقه عندي. يبقى انا عندي مصادر الطاقه فيها من الكربوهيدرات رقم واحد، الدهون رقم اثنين، البروتينات رقم ثلاثه. يبقى انا كده مصادر الطاقه عندي في جسمي ايه؟ متنوعه. تمام؟ الغذاء ده، الغذاء الكامل ده بيسهل التفاعلات الكيميائية للجسم، بيسهل التفاعلات الكيميائية المولدة للطاقة في الجسم. لما اكل الغذاء الصحي ده التفاعلات الكيميائية اللي بتولد عنها الطاقة هتبقى سهلة جدا. كل الحاجات اللي بتحصل في الجسم يا جماعة ما هي الا تفاعلات كيميائية تدينا نتيجة. تمام؟ ايه بيتفاعل مع ايه يدينا ايه؟ تمام؟ كل جسمنا عبارة عن كده. التغلب على التفاعلات التي تؤدي الى حوادث الاجهاد العضلي، في تفاعلات كيميائيه نتيجه الرياضه والكلام ده بتكون حمض اللاكتيك اسيد او حمض اللبنيك، الحمض ده بقى بيبدا يتخزن في العضله نتيجه طبعا الجسم والحركه وحرق الاكسجين وثاني اكسيد الكربون مع قوه عضليه مع طاقه، يبدا يتكون الحمض ده فين؟ في العضلات. حمض اللبنيك ده او اللاكتيك اسيد ده اللي بيسبب الاجهاد العضلي. تمام؟ الاكل الكويس بيوقف الحمض ده او يخليه يجي ويروح بايه؟ ويروح بسرعه. تمام؟ ففي تفاعلات بتؤدي الى حوادث اجهاد عضلي او الى حدوث اجهاد عضلي. تمام؟ نخلي دي الى حدوث اجهاد عضلي. نقطة مهمة جدا لازم نشوفها، نقول تحتاج العضلة إلى الغذاء الغني بالمواد الكربوهيدراتية
أكثر من الغذاء الغني بالمواد الدهنية، تمام؟ وتظهر العلاقة دي في حالة إيه؟ المجهود العضلي. يعني إيه الكلام ده؟ يبقى أنا لما يكون عايز أمارس مجهود عضلي، أو إن أنا هلعب رياضة النهاردة، العضلة تبقى محتاج إيه؟ دهون أكتر ولا كربوهيدرات أكتر؟ تمام، العضلة تبقى محتاجة كربوهيدرات أكتر في حالة المجهود العضلي. يعني أنا قبل ما أجي أمارس مجهود عضلي، أو عارف إن أنا النهاردة هعمل مجهود عضلي قوي، أخلي وجبتي الرئيسية وجبة فيها كربوهيدرات، فيها رز، فيها مكرونة، فيها خبز، فيها حاجات إيه؟ فيها حاجات كربوهيدراتية أكتر، ده في حالة المجهود العضلي. ليه؟ الكربوهيدرات بتتسرق، بتتحرق بسرعة، بتتهضم بسرعة، بتتحول لطاقة مخزنة في العضلات بسرعة جدا عن الدهون، وده اللي هنتكلم فيه بعد كده. يبقى ممكن حضرتك يجي لك سؤال، تمام؟ في حالة المجهود العضلي، تحتاج العضلة إلى الغذاء الغني بالمواد الكربوهيدراتية أكثر من الغذاء الغني بالمواد الدهنية، صح ولا لأ؟ صح ولا خطأ؟ في حالة المجهود العضلي، العضلة هتحتاج غذاء غني بالمواد الكربوهيدراتية ولا غذاء غني بالمواد الدهنية؟ نتكلم عن النقطة دي ونشوف الإجابة. هنقول طبعا العضلة تبقى محتاجة لغذاء غني بالمواد الكربوهيدراتية أكتر في حالة المجهود، تمام؟ يبقى في حالة المجهود العضلي بتحتاج العضلة إلى غذاء غني بالمواد الكربوهيدراتية أكتر من أي مواد تانية. طيب لو جينا نتكلم يا جماعة عن التغذية الصحية وتكوين شخصية الإنسان، في علاقة وطيدة جدا بين صحة الغذاء وتكوين شخصية الإنسان. بنلاقيها في إيه؟ لو جينا مثلا نبص لأي شعب من الشعوب، مثلا ربنا يحفظنا، رب يحفظ بلدنا، الشعوب اللي عندها مجاعات زي الصومال مثلا، كتير قوي بيجي فيها مجاعات وقلة أكل وكده. هل شخصية الإنسان ده هتكون زي شخصية الإنسان اللي عنده الأكل والأكل موجود والمية موجودة والثلاجة مليانة أكل والمطاعم موجودة وكل حاجة موجودة؟ هل شخصية الإنسان ده هتبقى زي شخصية الإنسان ده؟ لا، دي نقطة. ثانيا، إنسان كل أكله دهون، كل أكله دهون وحاجات مقليات والكلام ده، هل شخصيته هتبقى زي شخصية إنسان متكامل في الغذاء؟ لا. هل الحالة المزاجية لده هتبقى زي الحالة المزاجية لده؟ لا طبعا. هل جسم ده هيكون زي جسم ده؟ لا طبعا. تمام؟ يبقى هنا هنلاقي إن في علاقة وطيدة بين صحة الغذاء وتكوين شخصية الإنسان زي ما إحنا قلنا قبل كده. طبعا هو الفصل ده يا جماعة في الأول كده فيه إيه؟ نقط بس هنتكلم فيها، تمام؟ يعني مجرد نقط، بعض المعلومات هنتكلم وبعدين ندخل على التفاصيل بعد كده. إهمال وجبة الإفطار، إيه؟ إهمال وجبة الإفطار اللي كتير جدا بيعملها، اللي كتير جدا ما بيفطرش، ودي طبعا من أخطر الحاجات إن أنا أهمل وجبة الإفطار. دي أول وجبة في اليوم عندي، دي الوجبة اللي الجسم هياخد منها طاقة لحد الغداء، يبقى هتبقى وجبة عاملة إزاي؟ دي الفترة إن أنا ببذل فيها طاقة كتيرة، سواء في شغلي او في الدوام بتاعي او الكلام ده كله. طب اهمال وجبه الافطار يؤدي لايه؟ نقص مستوى سكر الدم، هيؤدي الى الاصابه بالصداع، اضطرابات معديه، وزي الواضح جدا. يبقى لازم يا جماعه، ومهم جدا جدا، ان انا اكل وجبه فطار، اكل وجبه فطار غنيه، غنيه تكون غنيه بالمواد الغذائيه اللي تساعدني ان انا اكمل يومي بسهوله ويسر، اللي تساعدني ان انا ما اجيش على الساعه 2 3 الاقي الصداع ماسكني وما عنتش قادر، الهزار الواضح ان خلاص جسمي مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك. كل ده يجي نتيجه ايه يا جماعه؟ نتيجه اهمال وجبه الفطار. باكد جدا على وجبه الفطار تكون وجبه متكامله، يفضل يبقى فيها برضو حاجات كربوهيدرات، يبقى فيها بروتينات، تمام؟ ما يبقاش فيها دهون، تمام؟ كل دي حاجات مهمة جدا وجبة الإفطار، وهنتكلم بعد كده عن وجبة الفطار الصحية هتبقى إيه.
الغذاء يا جماعة تأثير واضح على عقلية الطفل وميوله، تمام؟ بنتكلم دلوقتي عن فيتامين بي. إن فيتامين بي بيلعب دور مهم جدا في حفظ الصحة والأعصاب والقدرة على التركيز. ده بالنسبة لمين؟ للأطفال. بنلاقي ناس ما عندهاش تركيز، ناس تقول ده أطفالنا يا جماعة ما فيش فيهم تركيز. آه هنقول ما ندخل نروح نشوف إيه؟ فيتامين بي ده بيقوي التركيز وبيقوي الأعصاب. طيب فيتامين بي ده بيكسر في إيه؟ الخميرة، بذرة الحبوب، الرز، ودقيق القمح، مش الدقيق الأبيض، الدقيق اللي هو النخالة اللي بنقول عليه. بتوجد أيضا فيتامين في بي في الفواكه والخضر واللحوم، تمام؟ الحليب بيحتوي على كمية قليلة منه. دي نقطة غذائية يا جماعة مهمة جدا. إن أولادنا، يقول لك أصل الأولاد ما بياكلوش فاكهة ولا خضار. خلاص يبقى يعني معنى كده إن ما فيش عندهم فيتامين بي، بس بيشربوا حليب. أه الحليب ما فيهوش فيتامين بي كتير، الحليب فيه كالسيوم كتير ماشي، ما فيهوش فيتامين بي كتير. مش معنى إن كده ابني يعتمد على الحليب، لا. يبقى لازم الطفل عندي، لازم الطفل عندي ياكل فواكه وياكل خضره وياكل لحمه، ده دي لازمه. في ناس كلها اطفالها عايشه على الشيبسي والمعجنات ومش عارف ايه والكلام ده، لا يا جماعه ما ينفعش. ما ينفعش، حتى احنا محتاجين فيتامين بي. الناس الكبار، في ناس بتقوم تاخد، تروح تاخد حقن، يقول لك انا هاخد حقن التراي بي، تراي بي ده فيتامين بي، باخد حقن للاعصاب. طب انا ايه اللي يجبرني اروح للكلام ده؟ طب ما انا عندي الفواكه وعندي الخضر وعندي اللحوم، تمام؟ كل ده عندي. حتى اولادنا لازم ياكلوا يا جماعه من الكلام ده، وما نستسلمش ان الولد مش عايز ياكل الكلام ده. شويه شويه معذره، شويه شويه الولد هيتعود انه ياكل، هو ده اللي احنا عايزينه، تمام؟ ده بالنسبه لفيتامين بي، ومصدر فيتامين بي مهم جدا. ويا سلام لو فيتامين بي ده بقى برضه اخده الصبح، يعني يا سلام لو الصبح برضه على الفطار يكون فيه اي نوع من انواع الفواكه، اكل موزه، اكل تفاحه، اكل برتقانه، تفرق كتير جدا معايا طول اليوم. ماده الكافيين دي ماده منبهه للجهاز العصبي يا جماعه. طبعا اغلبنا كل يوم لا اما قهوه لا اما شاي بالكافيين ده. هي مادة منبهة للجهاز العصبي ومادة مفيدة للجسم، تمام؟ بس في حالة زيادتها يا جماعة هتسبب لك القلق، وهتسبب لك الصداع، وهتسبب لك قلة النوم، هتسبب لك حرقان في المعدة، وهتعمل لك تقلصات وخفقان فين؟ في عضلة القلب. ايه ده؟ كل ده مادة الكافيين بتسببها؟ اه لو اتاخدت بصورة زيادة. يعني واحد يقول لك اصل انا بصراحة بشرب كل يوم 4 فناجين قهوة و10 فناجين شاي، يا نهار أبيض، ده أنت بتدمر نفسك. لو نلاحظ اللي بيشرب الكافيين كتير فعلا بتعمل له قلق، بنلاقي فيه دايما صداع، بنلاقي النوم بتاعه مش مظبوط. مع إن خلي بالكوا أول 5 دقايق أو 10 دقايق من بعد شرب فنجان القهوة أو مادة الكافيين تحس إنك مش مأثر فيك، بتحس إنك عايز تنام، بس بعد كده تبدأ إيه؟ تنبه الجهاز العصبي. ما عنديش مانع ان الجسم محتاج ماده كافيين ان انا اديها له. كوبايتين شاي في اليوم حلوين قوي، مع كوبايه قهوه كل يوم حلو قوي، كوبايه نسكافيه كل يوم حلو قوي. بتكلم ده وخصوصا السيدات. السيدات يوم الصبح النسكافيه، يجي عند الظهر النسكافيه، الساعه 5 بعد الغداء كوبايه نسكافيه، بالليل كوبايه نسكافيه، 4 كوبايات نسكافيه في اليوم. لا العمليه صعبه فعلا، هيوصل لمرحله يجي لك ارق. وخصوصا السيدات، السيدات انا عارف مزاجهم ما يظبطش لما يشربوا ايه؟ النسكافيه، لا لازم اقلل يا جماعه من الكميه دي. محتاج كافيين مثلا، ممكن اكل تفاحه، تفاحه فيه نسبه كافيين عاليه، تمام؟ هتفرق معايا. اما كتر شرب ماده الكافيين غلط. مش معنى كده ما بقولش ما تشربش، لا اشرب بس بحدود المعقول اللي يخلي جسمي يستفاد منها ما تضرش جسمي. الكافيين والكلام ده كله خلي بالكوا بيعمل الضربات معويه غير طبيعيه، بيعمل قرح حرقان في المعده وكل حاجه، تمام؟ دايما نقول الشيء اللي زاد عن حده ينقلب ضده، ده اللي انا عايز اقوله. فكل شيء يبقى بايه؟ يبقى بالحد بتاعه. في معلومه سريعه هناخدها يا جماعه، ان مشروبات الطاقه اللي بيقولوا عليها مشروبات الطاقه اللي هو الريد بول والبايزون ومش عارف ايه والكلام ده كله، تمام؟
المشروبات دي ما بتزودش الطاقة الحرارية للجسم. المشروب ده ما بتدلكش طاقة حرارية زي اللي موجودة في التغذية ان تقدر تعملها. طب بتدينا ايه ده؟ تمام؟ دي بتدينا حاجة اسمها طاقة منبهة. عارفين اللي لما نمسك دبوس كده ونشك بيه العصب او تشك بيدك تليك تعمل كده؟ هي دي بتعمل كده، بتقوم داخلة على طول على العصب. تمام؟ بتقوم داخلة على العصب. تمام؟ لو نلاحظ يا جماعة ان محلات كتيرة او هيبقى زي مثلا باندا وكارفور والكلام ده اللي كان فيها الجزء اللي فيه بايزون والريد بول والكلام ده كله، كل ده بدأ يتعلق عليه ورق معلومات ان يا جماعة المواد دي غير مفيدة للصحة على الإطلاق، ما فيهاش، مش مفيدة للصحة خالص، بل بالعكس كتر شربها بيرهق الجهاز العصبي عندي، بيخلي دايما الجهاز العصبي في حالة تنبيه، وده غلط. الجهاز العصبي لازم له فتره ان انا استريح فيه، نفسي فيها مره مفيش مشاكل اشربها مره، انما ما يبقاش كل يوم اشرب لي 2 3 4 من الكلام ده، لا ده غلط جدا، يتعبني بشكل غير طبيعي. مواد منبهه ما فيهاش اي فايده للجسم والله. طب الافضل ايه يا جماعه؟ نشوف المشروبات بقى الطبيعيه اللي تفيد الجسم زي ايه؟ العصائر الطازجه، اي عصير طازج احسن من ده 100 مره، وفي طاقه حراريه احسن من ده 100 مره. طب ايه تاني؟ الغذاء المتوازن احسن من المشروبات دي 100 مره، وفيها طاقه احسن من المشروبات دي مليون مره. ما عودش جسمي على الحاجات دي يا جماعه، وناس كتيره فعلا شربوا الحاجات دي بكميات كتيره وقال لك احنا قاعدين سهرانين وفرحانين ومركزين، ولكن بعد كده ربنا يا رب يحميكم. ده برضو من تجارب ناس شفتها قدامهم، ناس كتيرة جدا بدأ يجي لهم تعب في المعدة بصورة كبيرة، بدأ يجي لهم بداية الفشل الكلوي، بدأ يجي لهم حاجات على الكبد، كل ده من كتر شرب المشروبات منبهة، مواد منبهة، مواد منبهة، مواد منبهة. ليه مواد منبهة على طول؟ ليه كده؟ محتاج انا المواد المنبهة دي لإيه؟ طب ما تاكل كويس وتنام كويس، جسمك يبقى كويس. مش محتاج انت الحاجات دي كلها. مرة نفسك راحت ليها ماشي اشربها مفيش مشاكل. فدي معلومة لازم كلنا نكون عارفينها كويس جدا. لو جينا نتكلم بعد كده عن أهمية الغذاء، هنتكلم دلوقتي يا جماعة عن أهمية الغذاء. للغذاء فعلا أهمية كبيرة، ولكن هنحاول نحدده في نقط معينة زي دلوقتي. أهمية الغذاء، يساعد الغذاء على بناء عضلات الجسم، ويتمثل ذلك في المواد إيه؟ البروتينية. يبقى اللي بيساعد على بناء العضلات هو المواد إن هي المواد البروتينية بتساعد على بناء العضلات. يبقى يساعد الغذاء على بناء عضلات الجسم، ويتمثل ذلك في ايه؟ في المواد البروتينيه. تمام؟ طيب، يقوم برضو الغذاء بتعويض ما يتلف من خلايا وانسجه، ده برضو مهمه ايه؟ او يتمثل ذلك في ايه؟ في المواد البروتينيه. تمام؟ طيب، الامداد بالحراره والطاقه اللازمه للنشاط الحركي، يتمثل ذلك في ايه؟ الدهون والكربوهيدرات. يبقى لو تلاحظ كده كل حاجه او كل ماده غذائيه بتدي حاجه معينه للجسم. تمام؟ عايز الخلايا اللي بتلف من الخلايا والانسجه، تمام؟ وان انا ابني العضلات يبقى عايز مواد ايه؟ مواد بروتينيه. طب انا عايز طاقه وحراره، ده في الدهون وايه؟ والكربوهيدرات. طيب، المحافظه على صحه وسلامه الجسم ووقايته من الامراض وانتظام سير العمليات الحيويه، ده املاح معدنيه وفيتامينات وايه؟ وميه. تمام؟ يبقى لو جينا نبص للحاجات دي مهمه جدا، عندنا بروتين بيعمل ايه؟ بيساعد على بناء عضلات الجسم، تعويض ما يتلف من خلايا وانسجه، ده فين؟ في البروتين. مهمه قوي النقطه دي، وبيجي فيها اسئله كتيره في الاختبار. تمام؟ طيب، الامداد بالحراره والطاقه
هيبقى ايه؟ دهون وكربو هيدرات، حرارة وطاقة، هتبقى دهون وكربو هيدرات. تمام، حلو قوي. طيب المحافظة بقى على صحة وسلامة الجسم ووقايته من الأمراض وانتظام سير العمليات الحيوية والكلام ده كله هيبقى ايه؟ أملاح معدنية، فيتامينات ومية. يبقى عندنا دول الست عناصر الغذائية بتوعنا، كل حاجة قدامها حاجة. ممكن أجيب لك سؤال من أهمية الغذاء، أنها تمد الجسم بالحرارة والطاقة، ويتمثل ذلك في الأملاح المعدنية، صح ولا غلط؟ ها الإجابة هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى خطأ. لا، يتمثل ذلك فين؟ في المواد الكربوهيدراتية وإيه؟ والدهون. تمام؟ مهم قوي النقطة دي يا جماعة، وإن إحنا نكون عارفينها جدا. تمام؟ السلايد اللي قلناه ده بيجي منه أسئلة كتير، يبقى الجزء ده بيجي منه أسئلة كتيرة وحاجات كتيرة نخلي بالنا منها. طبعا يا جماعة أنا في أوقات بكتب الأسئلة، في أوقات ما بكتبهاش. ليه؟ أنا عايز برضو الناس تسمع المحاضرة، تتفاعل مع المحاضرة، مش إن أنا هاخد الأسئلة وخلاص. ده بالنسبة لأهمية الغذاء. طيب لو جينا نقسم الغذاء كتقسيم تاني او نوع تاني من التقسيم، لو جينا نقول الأغذية اللي بتبني الأنسجة، الأغذية التي تبني الأنسجة دي الأغذية الغنية بإيه؟ بالكالسيوم والبروتينات. طيب الكالسيوم والبروتينات دول موجودين فين؟ في اللحوم، الدواجن، السمك، البيض، الفول والعدس. تمام، يبقى أغذية بتبني الأنسجة دي أغذية غنية بإيه؟ بالكالسيوم والبروتينات. موجودة فين؟ في اللي إحنا قلنا ده، لحوم، دواجن، سمك، بيض، فول، عدس. تمام، يبقى لازم آخد الحاجات دي عشان الأنسجة اللي بتتلف عندي تبدأ إيه؟ تتبنى بسرعة. طب أغذية بتبني العظام دي الأغذية الغنية بإيه؟ بالكالسيوم. تمام، كل دي يا جماعة لو تلاحظوا معلومات إحنا كلنا عارفينها أو أغلبنا خدناه. تمام؟ أغذية تبني العظام دي أغذية غنية بإيه؟ بالكالسيوم. طب الكالسيوم موجود فين؟ زي ما كلنا عارفين، اللبن ومنتجاته والجبن. تمام؟ ده بالنسبة للكالسيوم. طيب أغذية بتحفظ للجسم حيويته ونشاطه، دي الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية. موجودة فين ده؟ في الخضروات والفاكهة، موجودة في الخضروات والفاكهة. طب أغذية مولدة للطاقة، بتدينا طاقة، بتدينا حرارة، يبقى دي الأغذية الغنية بإيه؟ زي ما قلنا قبل كده أهو، الإمداد بالحرارة والطاقة، أغذية غنية بإيه؟ بالكربوهيدرات والدهون. طب دي موجودة في إيه؟ موجودة في حاجات كتيرة جدا. الأطعمة النشوية، الخبز والرز والمكرونة والبطاطس والبطاطا والمواد السكرية، الحلويات، المربى، الدهون بأنواعها. تمام، اللي موجودة في اللحوم والكلام ده كله، كل دي تعتبر أغذية أو مادة غذائية مولدة لإيه؟ مولدة للطاقة. يبقى ده تقسيم تاني من تقسيم الأغذية. عرفنا كل حاجة في جسمنا محتاج حاجة قدامها في التغذية، والإنسان الكويس هو اللي يظبط الوجبات الغذائية بتاعته عشان تبقى وجبات كاملة متكاملة تفيد كل احتياجات أو تفي بكل احتياجات الجسم. تمام، مهم أوي النقطة دي يا جماعة، بيجي منها برضو أسئلة في الاختبار، فالناس تركز فيها كويس جدا. لو جينا نخطط للوجبة الغذائية بتاعتنا، هخطط للوجبة الغذائية بتاعتي ازاي؟ أول حاجة لازم أراعي إن يتوفر البروتين الحيواني في الوجبات الغذائية، وده مهم جدا جدا، البروتين الحيواني وخاصة اللحم البقري، وخاصة اللحم البقري. اللحم البقري يا جماعة فيه كمية بروتين عالية جدا وفيه كمية دهون قليلة جدا، وده اللي أنا عايزه. أنا عايز فعلا دهون قليلة وعايز بروتين عالي. ده يتوفر فين؟ في البروتين الحيواني، إن لازم على الأقل في وجبة في اليوم يكون فيها بروتين حيواني. تمام؟
فانا افضل مثلا اللحم البقري. اه طبعا موجود في الدجاج، موجود في كل موجود في السمان، في الطيور كلها، كل ده موجود فيه بروتين حيواني، ولكن البروتين الحيواني يفضل حاجه غنيه بالبروتين قليله فين؟ في الدهون. طيب لما اجي اخطط للوجبه الغذائيه لازم اراعي الاربع حاجات دول: العمل، النشاط، الجنس والسن. تمام؟ في ضوء العمل، واحد بيشتغل طول النهار قاعد على مكتب، هل هيكون محتاج وجبات غذائيه زي الراجل اللي شغال طول النهار شغل بدني؟ لا، اللي شغال طول النهار شغل بدني هيحتاج له وجبات غذائيه ايه؟ اكتر، وجبات غذائيه فيها كربوهيدرات اكتر، فيها بروتينات اكتر. تمام؟ فده في ضوء العمل، اللي قاعد على مكتب اه محتاج وجبات غذائيه بس كميتها تبقى قليله. تمام؟ هيبقى فيها الاملاح المعدنيه كتير، السلطات كتير، الحاجات اللي ما فيهاش دهون عشان ما زيدش، وخصوصا لو انا ما بمارس رياضه. النشاط، اه راجل بيمارس رياضه وراجل ما بيمارسش رياضه، مين اللي هيكون محتاج للوجبات الغذائيه اكتر؟ الراجل اللي بيمارس رياضه. الجنس، الوجبات الغذائيه اللي بتحتاجها الرجال غير اللي بيحتاجها السيدات، دايما الرجال المفروض بيحتاجوا وجبات غذائيه ايه؟ بكميات اكتر. تمام؟ عشان المفروض النشاط بتاعهم او الحركه بتاعتهم او النشاط البدني بتاعهم اكتر من السيدات. السن، مش معقوله واحد شاب عنده 20 30 سنه وشغال ومارس رياضه هياكل وجبه زي وجبه راجل عنده 60 سنه او وجبه طفل. لا، حسب السن، سن الشباب والحيويه ده من 20 ل 35 سنه ل 30 سنه، اه محتاج اكل كتير لان معدل حرق كتير. تمام؟ بالنسبه للاطفال اه محتاج لهم غذاء، بس غذاء يكون غني بايه؟ بالبروتينات والمواد الغذائيه الكويسه اللي تقدر تساعدهم على النمو. تمام؟ الناس الكبار اه محتاجين غذاء غني باللي يكون فيه نسبه ميه كتيره، يكون فيه املاح معدنيه كتيره، يكون فيه برضو بعض البروتينات اللي مش كتير او البروتينات المعقوله اللي بتساعد على بناء الانسجه. فلما اجي اخطط للوجبه الغذائيه يبقى حسب العمل او النشاط او الجنس او السن، وده مهم جدا لربات البيوت اللي بيعملوا الاكل. شوفي حضرتك عيلتك او اسرتك محتاجه ايه، ابداي ظبط لهم اكلهم على قد الايه؟ النشاط والشغل اللي هم بيعملوه. لازم في الوجبات ان انا راعي ان انا فعلا حققت الاحتياجات الاساسيه للجسم من الفيتامينات والمعادن. لازم اكون واخد حاجة مهمة جدا من الفيتامينات والمعادن، ودي ناس كتيرة جدا يا جماعة بتهملها. ناس كتيرة بتهمل الفيتامينات والمعادن، وهنتكلم بعد كده في الجداول الغذائية الفيتامينات والمعادن دي نجيبها ازاي. تحقيق التوازن الغذائي في الوجبة الواحدة والوجبات اليومية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا الوجبة الواحدة احاول اخلي فيها توازن غذائي، اخلي فيها بروتينات، فيتامينات، املاح معدنية، كربوهيدرات، دهون، مية. احاول اخلي في الوجبة الواحدة كده. طب لو انا ما قدرتش، ايوه لو انا ما قدرتش في حاجه، انا جيت النهارده في وجبه الفطار انا ما اكلتش فيها اي بروتينات، لا اكلت بيض ولا اكلت فول ولا اكلت حاجه، ما اكلتش بروتينات، اجي في وجبه الغداء اعمل ايه؟ احط بروتينات تعوض وجبه الفطار. طب ما اكلتش املاح معدنيه طول النهار، ما اكلتش فاكهه، اه اجي في وجبه الغداء، في وجبه اسف العشاء ابدا اكل ايه؟ ابدا اكل الفاكهه بتاعتي. فالعمليه دي مهمة جدا، ان انا احاول ان انا طول الوجبة يكون فيها توازن غذائي لكل المواد الغذائية اللي احنا قلنا عليها. طب الوجبة ما قدرتش ان انا اعمل لها توازن غذائي، اعمل ايه؟ اعوض في الوجبة التانية، يبقى اليوم كله فيه توازن غذائي. بس ما ينفعش اقول مثلا ان انا النهاردة كل اليوم هاكل بطاطس كربوهيدرات، بكرة طول اليوم هاكل لحوم، بعد طول اليوم هاكل سلطات، مش عارف بعد يومين ثلاثة طول اليوم هاكل فواكه. لا، الجسم بيحتاج للمواد الغذائية كلها يوميا، فلازم اديله المواد الغذائية كلها يوميا، يا اما اظبطها في الوجبة الواحدة يا اما اظبطها على الثلاث وجبات طول النهار، دي ما فيهاش مشاكل برضه. مراعاة اسس التغذية لدى المرضى. تمام؟ مش معقولة مريض السكر هاكله سكريات كتير. تمام؟ كل مريض محتاج يا جماعة حاجة منين؟ من الغذاء بتاعه. يعني كل مريض محتاج نوع معين من انواع الغذاء. في مريض مثلا عنده مرض القلب، مش معقوله برضه هديله دهون كتيره. تمام؟ كل حاجه ولها حاجه. طبعا الامراض كتير، ناس عندها الضغط
مش معقولة هديله أكل فيه ملح كتير. يبقى كل مريض في ذو احتياجاته بياخد الأكل المناسب له. في ناس يا جماعة كتير عندها حساسية لبعض أنواع الأكل، يعني ناس عندها مثلا حساسية من الجبنة ياكلوا الجبنة لا، بس بالنسبة للحليب يشربوا عادي. يبقى أنا أعوض مكان الجبنة آخد إيه؟ آخد حليب، مكان الجبنة آخد إيه؟ ممكن مثلا لبنة، تمام؟ كل حاجة ممكن أعوضها بحاجة تانية ليها، بس مش معنى إن أنا ما باكلش جبن مثلا يبقى خلاص أبعد، ما آكلش لا بيض ولا لبن ولا الكلام ده كله، لا. ما باكلش الحاجة دي أو عندي حساسية منها، أبدلها بحاجة تانية فيها نفس القيمة أو نفس المواد الغذائية اللي أنا محتاجها. طيب، سابع حاجة في التخطيط للوجبات الغذائية مراعاة التنوع في مصادر الغذاء. لازم يا جماعة نوع في مصادر الغذاء، يعني يكون في مصادر حيوانية، يكون في مصادر نباتية، يكون في فواكه، تمام؟ ما يكونش مصادر الغذاء كله بتاعتي من حاجة واحدة، إن أنا مش كل يوم هاكل بطاطس محمرة مثلا، لا، لازم أنوع. حتى في البطاطس وعمال البطاطس لازم أنوع في عمال البطاطس، تمام؟ فلازم عندي تنوع في مصادر الغذاء، سواء كانت مصادر نباتية أو مصادر حيوانية، ما اقعدش على ده على طول أو على ده على طول، تمام؟ يبقى لما نيجي نبص التخطيط للوجبات الغذائية عندنا السبع حاجات دول، مهم جدا إن أنا أخطط للوجبة الغذائية في ضوء السبع حاجات اللي إحنا خدناهم دول، تمام؟ طيب، لما أجي أتكلم بعد كده عن خلاص اتكلمنا عن تخطيط الوجبات الغذائية، نتكلم عن التغذية المتوازنة للرياضيين، تمام؟ الناس الرياضيين لازم جدا تهتموا بالتغذية بتاعتكم، تمام؟ لازم أنظم كمية الغذاء الرياضيين من حيث الكم والكيف، وخاصة في الألعاب التي تتأثر بوزن اللاعب. طبعا مش هندخل فيها كده لأن حتى رياضية بحتة، يعني زي مثلا الناس اللي بيلعبوا ملاكمة أو بيلعبوا مصارعة أو بيلعبوا جودو، الحاجات اللي فيها أوزان. لازم اعرف انا باكل ايه وباكل قد ايه والكميات قد ايه، كل ده مهم جدا عشان لا وزني يزيد ولا وزني يقل، ده خصوصا في الالعاب اللي فيها الاوزان، تمام؟ لازم تغذية الرياضيين بتتميز ان يكون فيها سعرات حرارية اعلى من الشخص العادي، لانه بيحرق كتير جدا، وغالبا ان الراجل الرياضي او يفضل انه ياكل اربع وجبات في اليوم، فطار غدا وجبه كده صغيره اللي هي ايه بعد العصر كده بشويه، حته كيك مع شاي مش عارف ايه تديله شويه سعرات حراريه، وبعد كده العشاء. ممكن اعكسها، افطار وفي وجبه صغيره كده بعد الافطار الساعه 11، وجبه الغدا الساعه 2 مثلا، تمام؟ وبعد كده وجبه العشاء. يبقى غالبا الرياضي بيحتاج الوجبات دي. في رياضات يا جماعة زي لعيبة الألعاب القوى اللي بيجروا الماراثون ال 20 وال 30 كيلو، دول ممكن ياكلوا 6 مرات في اليوم، لأنه ما ينفعش يملى بطنه في وجبة معينة، ما ينفعش يبقى على الآخر، لا، دول ياكلوا 6 وجبات في اليوم، ولكن بكل وجبة بكمية إيه؟ قليلة. وللعلم إن كل الدراسات الحديثة أثبتت إن فعلا إن أنا لما آكل 4 أو 5 مرات في اليوم بوجبات قليلة بتساعد على حرق الدهون جدا جدا، وتساعد على الهضم بصوره كويسه جدا. مش لازم ان انا اكل واملى بطني وابقى مش قادر، لا، كل ما وزعت دي الكميه بتاعتي، كل ما وزعتها على فترات كتيره كل ما بقى هضمها احسن والاستفاده منها افضل بكتير جدا، وده اللي اثبتته فعلا كل الدراسات الحديثه. في ناس دلوقتي لما يجي يعملوا دايت او يعملوا رجيم بيقول له لا انا هقسم لك اليوم على 5 وجبات، يقول له 5 وجبات؟ يقول له 5 وجبات بكميات قليله بتخلي دايما الجسم قاعد يحرق فين؟ في الدهون والحاجات اللي موجوده فيه، ويحرق سعرات حراريه. السعرات الحراريه للطالب الغير رياضي او السعرات الحراريه اللي احنا تقريبا محتاجينها في اليوم لينا، اللي هو الحركه والتنفس ودقات القلب والهضم والكلام ده، 3000 سعر حراري او 3000 كيلو كالوري، ده اللي احنا محتاجينه تقريبا طول اليوم. ده لمين؟ ده للانسان الغير رياضي، انه بيحرق في اليوم تقريبا 3000 سعر حراري.
في ناس تقول طب احنا بنمارس الرياضه هل معنى كده ان احنا بنحرق سعرات حراريه؟ اه طبعا، ما هو الكلام ده بيحرق سعرات حراريه. نبضات القلب تحرق سعرات حراريه، التنفس بيحرق سعرات حراريه، شغل المعده بيحرق سعرات حراريه. اي حركه، اي حركه بعملها رايح جاي طالع نازل شغل مش عارف ايه، كل ده بيحرق سعرات حراريه. الطبيعي ان الانسان الطبيعي بيحرق في اليوم تقريبا كام؟ تقريبا من 2700 ل 3000 او ل 3500 سعر حراري. طيب الراجل الرياضي احط له كمان 2000 سعر حراري، الراجل الرياضي ممكن يحرق 5000 و6000 سعر حراري في اليوم، تمام؟ فعشان كده بنقول ان الراجل الرياضي محتاج كميه سعرات حراريه اكتر من الشخص الغير رياضي. طيب لما اجي اوزع السعرات الحراريه على وجبات الطعام كالاتي، اوزعها ازاي؟ وجبه الفطار 30%. انا عامل لي مثلا النهارده، احنا لسه طبعا لسه جداول السعرات الحراريه المحاضره الجايه نتكلم عنها. انا النهارده هاخد مثلا، انا ما بلعبش رياضه وانا بحرق، يعني انا بحرق 3000 سعر حراري ومش عايز وزني يزيد، عايز افضل زي ما انا، خلاص يبقى انا هعمل الاكل بتاع 3000 سعر حراري. وجبه الفطار يكون فيها كم من السعرات الحراريه؟ 30%. وجبه الفطار الثانيه دي اللي قلت عليها تبقى مثلا الساعه 10 ونص 11. طبعا المفروض يا جماعه لو جينا نتكلم عن الوجبات دي يبقى وجبه الفطار تكون الساعه 7 الصبح، هي دي وجبه الفطار الصح، الساعه 7 الصبح. الوجبه الثانيه الساعه 11 مثلا او الساعه 10 ونص، بعدها بثلاث ساعات ونص، تمام؟ بعد كده هم داخل على وجبه الغداء فيها 40% منين؟ من مقدرات السعرات الحراريه اليوميه بتاعتي. وجبه الغداء دي تكون من الساعه 2 ما تزيدش عن الساعه 3. المفروض بعد الساعه 3 ما بقاش غدا، احنا كده دخلنا في فتره الايه؟ العشاء. المفروض الساعه 2 يبقى دي وجبه الغداء بتاعتي فيها 40%. يبقى لما اخد في فطار 40% وفي غدا 40%، يتفضل لي اخر حاجه في وجبه العشاء كام؟ 20%. يبقى انا وجبه العشاء دي المفروض تكون اخف ايه؟ اخف وجبه. طبعا احنا عندنا هنا وخصوصا في البلاد العربيه بتاعتنا، يعني احنا عندنا اهم وجبه وجبه العشاء. ان ما كناش بقى نتعشى بقى وندجها دج بقى ما نعرفش ننام، تمام؟ يعني احنا تقريبا الناس وصلت عندنا ان وجبه العشاء دي 80% من السعرات الحراريه تبقى في وجبه العشاء. يا سيدي بتتعشى جامد ليه؟ كده انا ما اعرفش انام الا وانا واكل. طب حاول تخفف، ما اعرفش انام وانا جعان. يا جماعه طب خلاص اتعشى يا سيدي بس الساعه 7 8، لا لازم اتعشى الساعه 12 بالليل. ما هي دي يا جماعه حاجات غلط احنا بنعملها تبهدل لنا جسمنا. اما لما وجبه الفطار بتاعت 40%، الغدا 40%، خلاص دول تقريبا هيتحرقوا طول النهار في شغلي. يعني وجبه فطار بعدين بقيت الدوام ورحت في الدوام واتحركت من الدوام اتحرقت، جيت بعد كده خدت الوجبه الثانيه وجبه الغدا، بدات اعمل حاجه البيت واروح واجي وانزل اعمل رياضه اتحرقت، تمام؟ يفضل وجبه العشاء 20%، نقضيها بقى فاكهه، نقضيها سلطه، نقضيها حاجات بسيطه سعرات حراريه بسيطه، هبقى انا نايم مستريح. وكل ده هيتحرق فين؟ وانا نايم بالليل. بل بالعكس اخلي المعده تنام وهي خفيفه، تمام؟ اخلي الجسم ينام وهو خفيف يقدر يتخلص من كميه السعرات الحراريه الزياده وتخلص من جميع الفضلات اللي موجوده فيه. نقطه ثانيه، ما ينفعش انك حضرتك تتدرب او تمارس رياضه بعد تناول الطعام مباشره. يفضل ان انا انتظر ساعتين على الاقل. ليه الكلام ده؟ انا لما باكل بعد ما باكل بحس ان انا عايز ايه؟ بحس ان انا عايز انام. ليه بحس ان انا عايز انام؟ مين يجاوب معايا؟ بحس ان انا عايز انام. الدم كله بيتوجه لفين؟ للمعده عشان الهضم، وخصوصا لو كانت اكله من اكلاتنا ايه؟ اكله من اكلاتنا الدسمه دي. يبدا الدم كله يروح فين؟ للمعده، يسحب من الجسم كله يروح للمعده، يقل من عند المخ، احس بشعور ايه؟ النعاس. طيب انا لو مارست رياضه بعد الاكل هيحصل حاجتين، يا اما يحصل لي تمزق عضلي لان اوتوماتيك الدم كله في المعده مش في العضلات، او هيحصل لي عسر هضم. لو انا جيت امارس نشاط عضلي العقل هيبدا يبلغ معلش ابدا اسحب الدم تاني منين؟ من المعده وادي للعضلات عشان ابدا اتحرك، هيحصل لي عسر ايه؟ عسر هضم. والاثنين حاجات مضره. ممكن اكل وجبه خفيفه قوي، اي حاجه خفيفه، وامارس رياضه بعدها على طول مفيش مشاكل. اما بعد وجبه غذاء رئيسيه
لا لازم استنى على الاقل ساعتين، تمام؟ ولو الوجبه دي كان فيها مواد دهنيه لا يبقى استنى ساعتين ونص ثلاثه، قل حاجه ساعتين. كل ما مارست رياضه وانا بطني فاضيه كل ما كان افضل للجسم كله. لازم تنسيق بين مواعيد الطعام ومواعيد التدريب زي ما قلنا. ما ينفعش ان انا ورايا تدريب اهو مارس رياضه الساعه 4 3 ونص اتغدى، ما ينفعش. ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ لا اتغدى بدري. طب ظروفي مش سامحه، خلاص كل نص الوجبه او تلت الوجبه قبل الرياضه وتلتين بعد الرياضه، وكده خلاص مش هيبقى في وجبه عشاء. تيجي بعد الساعه 4 6 7 كمل بيت وجبه الغداء بتاعتك يا سيدي، ما تتعشاش. او وجبه الغداء قللها، او كل كويس جدا في الفطار. كل حاجه لازم انسق بينها. لازم ان انا على الاقل في اليوم اكل 800 جرام فاكهه، اسف 800 جرام خضروات و200 جرام فاكهه، ده يوميا لو انا عايز جسمي يستفيد فعلا. اكل فاكهه وخضار تقريبا في اليوم 1000 جرام، 800 جرام خضار و200 جرام فواكه، تمام؟ كلما امتدت الفترة الزمنية للأداء يا جماعة وزادت شدته كلما ارتفعت نسبة استهلاك الطاقة. واحد بيجري نص ساعة، هل الطاقة اللي هيحرقها زي واحد بيجري ساعة؟ هل الطاقة اللي هيحرقها زي واحد بيجري ساعة وبعد كده دخل الجيم كمان نص ساعة بقت ساعة ونص؟ لا، كلما امتدت الفترة الزمنية للأداء كلما زاد حرق الطاقة. يعني أنا لو عايز أحرق طاقة لازم ازود الاداء، مش هقف على 10 دقائق او ربع ساعه ممارسه رياضه بس، لا هزود، اوصل لنص ساعه واوصل لساعه، تمام؟ كل ده لو انا عايز احرق. كل ما امتدت فتره الاداء كل ما زادت نسبه حرق واستهلاك الطاقه. بعد ما انتهي من نشاط الرياضه يا جماعه خلي بالكم الجسم ما بيقفش بقى، خلاص انا جريت وقفت الجسم ما يحرقش طاقه، لا ده الجسم بيستمر في حلق الطاقه بعد الانتهاء من النشاط الرياضي لمده صراع من 20 ل 30 دقيقه. يعني من 20 ل 30 دقيقه تلاقي الجسم بيفضل يحرق في الطاقه، بدليل بعد ما تخلص رياضه يفضل جسمك يطلع عرق يطلع عرق يطلع عرق، تمام؟ لمده ربع ساعه او 20 دقيقه. فمفيش حد يقول ان انا وقفت رياضه خلاص يبقى انا الجسم كده ايه؟ يبقى انا الجسم كده وقف، هقول له لا. بعد ما تمارس الرياضه ب 20 30 دقيقه يبدا جسمك يحرق فين؟ في الطاقه. في الفتره دي بنقول يا ريت بلاش شرب ميه كتير، خليها بقى ميه مثلا واهدى شويه لحد ما جسمك يهدى. نقول بلاش تاخد شاور او تاخد دش على طول بعد الرياضه على طول، لا لازم اسيب جسمي ربع ساعه تلت ساعه بس يهدى بعدين ادخل اخد الشاور بتاعي. اتكلمنا النهارده يا جماعه عن زي مقدمه عن التغذية وأهمية الغذاء والكلام ده والسعرات، ودي الوحدة 2 أو الوحدة 3 بتاعتنا، الوحدة التانية بتاعتنا. اتكلمنا عن تقسيم الأغذية، تمام؟ اتكلمنا عن التخطيط للوجبات الغذائية، التغذية الرياضية تبقى عاملة إزاي، وآخر حاجة اتكلمنا عليها توزيع السعرات الحرارية. المحاضرة الجاية هيبقى فيها جداول كتيرة، طبعا الجداول مش هيبقى للحفظ إن شاء الله، جداول كتيرة هتوضح لنا حاجات كتيرة جدا عن الغذاء والسعرات الحراريه اللي موجوده في التغذيه، تمام؟ دي كانت محاضرتنا النهارده. بشكركم طبعا، واتمنى ان الناس برضه يا جماعه مواظبه الرياضه، الناس تواظب على الرياضه. المحاضره الجايه هتبقى مفيده جدا في السعرات الحراريه، يبقى احنا لو قدرنا نشتغل الرياضه مع السعرات الحراريه انا اقدر اعمل لنفسي برنامج غذائي، برنامج رياضي متكامل من غير ما اروح لدكتور ولا من غير اعمل اي عمليات للتخسيس، ونلاقي فرق كتير جدا في الأداء بتاعنا. شكرا ليكم، وإن شاء الله أشوفكم في المحاضرة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.